كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالعلم بدون عمل لا ينفع، وإنما يكون حجة على صاحبه يعذب به يوم القيامة. والعمل بدون علم أيضا لا ينفع، ويكون هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشيطان لا ينصح عدوه الإنسان، ولذلك فيجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه وهواه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، ولا يجوز له أن يستسلم لهوى النفس، لأن هذا الاستسلام سيؤدي به إلى الهلاك. ولذلك المسلم ينبغي دائما أن يتذكر العاقبة، أن يتذكر الدار الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. والدار الآخرة كما تعلم فيها نعيم وفيها جحيم، وهذا الجحيم يعني فيه أنواع من العذاب لا يستطيع العقل البشري أن يتصوره. يا أخي، كم بلغت من العمر؟ بلغت 20؟ بلغت 30؟ بلغت 40؟ بلغت 50؟ أوشكت أن تبلغ 60 مثلي؟ بلغت 70؟ انظر إلى الدنيا قبلها، قبل وراءك التي خلفتها، أين هي؟ أين هي؟ مدحك الناس، أين هم؟ وجدت مالا، أين هو؟ دنيا كلها ذهبت، لكن بقي العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفلا نتعظ؟ أفلا نعتبر؟ أفلا نصلح ما بقي؟ أفلا ندرك أن الحجة قامت علينا فلم يبقى لنا عذر؟ واعلموا أن طريق الجنة واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الطريق واضح. تريد الجنة؟ إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفتهم. وذلك لأن الله حكم بالخسار على كل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الذين آمنوا، الصفة الثانية عملوا الصالحات، الصفة الثالثة تواصوا بالحق، يعني يتآمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، الصفة الرابعة تواصوا بالصبر، لأن الذي يأمر وينهى قد يحصل عليه أذى فيصبر على ذلك. فإذا توافرت هذه الصفات الأربع نجا المسلم من هذا الخسار. فهي سورة عظيمة مع وجازتها واختصارها، حوت معاني عظيمة. نعم. أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل، يقف ويسأل، مثل إذا مر بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة. إذا مر بآية وعيد يقف، يقول: أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار. إذا مر بآية تسبيح، يعني تعظيما لله عز وجل، فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل. في صلاة الفريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة. إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك.
يتعوذ عند آيات الوعيد، ويسأل عند آيات الرحمة، ويسبح عند آيات التسبيح. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجملة التي يعني عند مسلم أوسع من الجملة المتفق عليها، لأن من عمل عملا يعني يدخل فيه سواء كان محدثا للعمل أو تابعا لغيره. وأما الأول فإنه يتعلق بالمحدث الذي أحدث العمل المنكر، وأما العمل فإنه يدخل فيه من كان محدثا ومن كان متابعا لمن أحدث. ومن كان متابعا لمن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله ما أخذت ابنك إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله وعودته بيوت الله إلا كان لك مثل أجره، فإذا كبر وأصبح يذهب إلى المساجد لن يخطو خطوة إلا وضعت في ميزان حسناتك، لأنك أنت الذي علمته. وإذا علمته الصلاة فوالله لن يستقيم عوده بين يدي الله عز وجل إلا أجرت بأجره في كل حرف وفي كل كلمة. هذه سوق الآخر الرابحة، تحرص على ذلك. الكلمة قبل أن تخرج منك أسيرة لك، أما إذا خرجت فأنت أسير لها. الكلمة قبل أن تخرج أنت الذي تملكها، أما إذا خرجت ملكتك وتحملت تبعتها. ولهذا من الخير للعبد أن يزن كلامه قبل أن يتكلم. والأصل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه شرك ولا رياء ولا سمعة. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا إحداث، وإنما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا شيخ يقول: والنبي في الحلف أن تدخل بيتي أو أن تعمل كذا، هذا الحلف ما حكمه؟ هذا حرام، هذا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام وشرك، لكنه شرك أصغر إلا إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل، فإنه يكون شركا أكبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب على المسلم أن يحلف بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. البدعة أشد من كبائر الذنوب، لأنها قول على الله وعلى رسوله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا ذكر العلماء أن صاحب الكبيرة يرجى توبته ورجوعه، وأنه فعلها عن شهوة وعن غلبة هوى ثم يرجع يتوب. أما المبتدع فلا يتوب، لأنه يرى أنه على حق. العاصي يرى أنه عاصي وأنه على خطأ، لكن المبتدع يرى أنه على حق فلا يقبل ولا يرجع والعياذ بالله. نعم. أصلي صلاة السنة لكني أقرأ في الركعة الأولى والثانية نفس السورة. لا بس، يجوز تكرار السورة في الركعتين، ما في بس. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر سورة الزلزلة في الركعتين.
أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة، وهذا لبيان التوسعة، فالساعة مثل ذلك، إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، يعتقد البعض أنكم تقفون عند مذهب معين، هل تتفضلون بقول كلمة في هذا المقام؟ الفتاوى الصادرة مني لا أقف فيها ولا أعتمد فيها على مذهب أحد، لا أحمد ولا غيره، إنما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله، سواء كان في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الظاهرية أو بعض السلف المتقدمين. لا، المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو اللي نعتمد عليه، لا نعتمد على مذهب أحمد ولا على غيره، إنما نعتمد على ما قاله الله ورسوله وما دل عليه الكتاب والسنة في الأحكام، لأن هذا هو الواجب على كل طالب علم. نعم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم، اللهم آمين. فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. هذه حكمة عظيمة، هذه فائدة عظيمة لا تنسوها، يعني خلوها معكم. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. نعم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الطعام، أكل طعام الكفار الذي صنع لأعيادهم إذا كان الأكل بعد يومين من الأعياد؟ لا، ما صنع للأعياد لأعياد الكفار لا يؤكل منه، لأن هذا فيه موافقة لهم، فلا يؤكل من الذبائح ولا من الأطعمة المصنوعة ولا من الفواكه التي جاء بها للاحتفال، لأن هذا فيه موافقة لهم. نعم. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، ولهذا لا يكون الإنسان حنيفا إلا إذا كان مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لا يكون من الحنفاء، والحنفاء هو جمع حنيف، لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، بدون ذلك لا يكون حنيفا. والحنف أصله في اللغة الميل، والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطل إلى الحق والهدى والتوحيد والاستقامة، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال إلى الهدى، وعن الباطل إلى الحق، وعن الغواية إلى الرشاد، هذا هو الحنيف. كان بعض السلف يقول لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. والله وصف خيار عباده فقال سبحانه:
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سواك 10 فوائد مطهرة للفم ومرضاة للرب ويزيد في فصاحة الرجل ويشد اللثة ويفتح المعدة ويذهب الصفرة ويطيب النكهة ويقطع البلقم ويزيد في الحفظ ويحل عقدة اللسان. مستمع سين عين بعث يسأل ويقول عندما يريد إنسان خطبة فتاة في الشرع يباح أن ينظر إلى وجهها والسؤال تستمر فترة الخطوبة أحيانا شهر وشهرين وسنة هل يجوز لها في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها وأيديها حتى يتم الدخول بها جزاكم الله خيرا لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر فإذا اطمئن كل منهما كفى والحمد لله المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبة أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجع عن الخطبة إذا كان يخشى شيئا المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرغبة أو عدمها لا حكم الشرع في من تقول لو لم يكن الزواج سنة الله على العباد لما تزوج ولا أكملت طلبي للعلم الشرعي والزهد في هذه الدنيا هو ليس بواجب عليها إلا إذا خشيت الفتنة ولكن الزواج مرغب فيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فننصح بالزواج لكن ننصح باختيار الرجل الصالح حتى يعينها على دينها والله المستعان ربي المدخلت говорит то же самое что говорил и запрещает это все Более того, я знаю случай, то, что когда в Саудии, вот еще давно, при предыдущем короле Абдуллахе, устроили вот эти съезды братства религий, Мадхали тоже туда позвали, он был там и пришел там, и был там гостем. Когда он услышал то, что они говорят, то, что Господь один, о пути, о религии, то есть это как разные пути к нему, он встал и сказал, взял микрофон, взял слово и сказал, либо вы, зачем вы тут собрались, либо вы призываете других последователей других религий к исламу, либо прекратите говорить ложь. И развернулся, кинул микрофон, хлопнул дверью и вышел. И Абдуль-Мухсин Аль-Убейкан, когда рассказывал про этот случай в своих как бы частных маджлисах, он говорил, что Мадхали со всех нас скинул грех. И النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك العصا فهو أخوف الذنوب على هذه الأمة لماذا خافه عليه الصلاة والسلام وكان أعظم الذنوب خوفا لأجل أثره وهو أنه لا يغفر ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه فلهذا خافه عليهم عليه الصلاة والسلام والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء ومن جهة الأقوال
والأعمال والنيات أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا؟ ليس ملزما، بل سائر. إذا يتبع مذهب من المذاهب سائر، إذا كان لا يعرف الدليل، ليس بطالب يعرف الأدلة، وسار على مذهب من المذاهب الأربعة، لا حرج عليه. ولكن ينبغي له، بل يجب عليه يتحرى في ذلك، سؤال أهل العلم المتبصرين الذين هم في نظره وفي رأيه أقرب من غيره من الورع والعلم والفضل، حتى يتحرى للدين. ولا بأس سواء كان شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا، لا حرج في ذلك. أما العالم يعرف الأدلة الشرعية فالواجب عليه يتحرى الأدلة، طيب، ويأخذ بالدليل ولا يقلد غيره. هذا هو الواجب عليه، إلا عند الحاجة والعجز فيقلد من هو في رأيه واجتهاده أعلم من غيره وأقرب إلى الحق من غيره.